وريتك ازاي. ادي الفنترال ريماي اهم، اللي اتفقنا ان هم بالنسبه للسباينال نيرف ريماي فروع، لكن بالنسبه للبريكيال بلكسس هم جذور روتس اوف بريكيال بلكسس. بنتتبعهم ونشوف هيروحوا على فين. بنتفاجئ بيهم هنا ان الفنترال بتاعسي 5 والفنترال بتاعسي 6 بيتحدوا مع بعض ويعملوا ستراكشر جديد. الفنترال بتاعسي 8 ومعدي 1 يتحدوا مع بعض ويعملوا ستراكشر جديد، بينما الفنترال بتاعسي 7 بيستمر لوحده. دكاتره دي جذور البريكيال بلكسس لما تتحد مع بعضيها هتعمل ما يسمى بالجذوع، وبالتالي الخمسه ريماي دول حولتهم لثلاث جذوع. ده هسميه ابر ترانك اوف بريكيال بلكسس، ده هسميه لور ترانك اوف بريكيال بلكسس، وسي 7 لوحده هسميه ميدل ترانك اوف بريكيال بلكسس. لاحظوا معايا ان الخمسه حولتهم لثلاثه، لكن الثلاثه يختلفوا تماما عن الخمسه. الثلاثة الموجودين ابر ترانك ده ميكس ما بين 5 و6، لوور ترانك ده ميكس ما بين 8 و دي 1، الميدل ترانك هو اللي عبارة عن استمرارية سي 7 لم يطرح عليه أي تغيير. كل واحد من الثلاثة ترانكس دول بعد كده هنتفاجئ بيه بيتقسم لتو ديفيجنز. ليه؟ عشان الثلاثة يبقوا 6. كل ترانك منهم هيتقسم لتو ديفيجنز، بالأحمر أنتيريور ديفيجنز، بالازرق بوستيريور ديفيجنز. يبقى كده احنا كانت المرحله الاولى مرحله الجذور، المرحله الثانيه مرحله الترانكس، المرحله الثالثه مرحله الديفيجنز. الخمسه في الاول حولناهم لثلاثه، الثلاثه بعد كده حولناهم لسته ستراكشرز اللي هي مرحله الديفيجنز. الديفيجنز هيكون ليها بيهيفير غريب جدا بعد كده هنشوفه ونتعلمه مع بعض. هنتفاجئ بالانتيريور ديفيجن بتاع الابر ترانك يتحد مع الانتيريور ديفيجن بتاع الميدل ترانك علشان الاثنين مع بعض يعملوا له ستراكشر جديد هنسميه لاترال كورد. هنتفاجئ بالانتيريور ديفيجن يستمر بالانتيريور ديفيجن اوف لوور ترانك يستمر لوحده علشان يعمل له ستراكشر جديد اسمه ميديال كورد. البوستيريور ديفيجن بتاع الثلاثه ترانكس هيتحدوا مع بعض علشان يعمل له ستراكشر جديد اسمه بوستيريور كورد. دكاترة كانوا في الأول 5، بعد كده بقوا 3، بعد كده بقوا 6، بعد كده بقوا 3 لاترال كورد ميديال كورد اند بوستيريور كورد، لكن شوفوا حصلنا على إيه. اللاترال كورد في فايبرز جاية من سي 5 و6 و7، الميديال كورد في فايبرز من سي 8 و دي 1، البوستيريور كورد في فايبرز من سي 5 و6 و7 و8 و دي 1. الكوردس المرحله الرابعه من مراحل البريكيال بلكسس هتبدا تدي برانشز. البرانشز برانشز اوف بريكيال بلكسس، لكن قبل ما نقول البرانشز بنفتكر مع بعض تاني مراحل البريكيال بلكسس. المرحله الاولى كانت مرحله الجذور ترانك الروتس اوف بريكيال بلكسس، ودي معموله بالفنترال ريماي للسيرفيكال نيرفس رقم 5 6 7 8 وفنترال ريماس للثوراسك نيرف رقم 1. المرحله الثانيه كانت مرحله الجذوع ترانكس، ابر ترانك اتعمل بالتحالسي 5 و 6، لور ترانك اتعمل بالتحالسي 8 و 1، ميدل ترانك اتعمل ب 7 لوحده. بعد كده مرحله الديفيجنز، كل ترانك من الثلاثه اتقسم لانتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. على الرسمه هنا الانتيرور بالاحمر والبوستيرور بالازرق. بعد كده مرحله الكوردس، الكوردس بتنتج من اتحاد الديفيجنز مع بعضيها بطريقه معينه. اللاترال كورد اتكون من اتحاد الانتيرور ديفيجن للابر والميدل ترانكس، الميديال كورد اتكون من اتكون بالانتيرور ديفيجن للور ترانك اونلي، البوستيرور كورد اتكون من اتحاد البوستيرور ديفيجن للثلاثه البوستيرور ديفيجنز للثلاثه ترانكس مجتمعين. البرانشز بتاعت الكوردس، ودي المرحله الخامسه من مراحل البريكيال بلكسس. دلوقتي برانشز اوف كوردس اوف بريكيال بلكسس، شفتوا من 5 ل 3 ل 6 ل 3، الثلاثه دول هم الثلاثه كوردس هيدونا 13 برانش. 13 برانش هيشتغلوا على عضلات وجلد الابر ليمب الطرف العلوي، ودي فايده البلكسس، ودي فايده البلكسس. من غير كده كنا هنغذي كل العضلات والجلد ده ازاي؟ اللاترال كورد بيطلع منه ثلاثه برانشز تجمعهم في كلمه ملل، المين ماسكولوكوتينيوس نيرف وده هيشغل ثلاث عضلات، اللام لاترال بيكتورال نيرف وده هيشغل عضلتين، اللام الثانيه لاترال روت اوف ميديان نيرف. حالا هنفهم حكايه الميديان نيرف ده.
الميديال كورد وهنتفاجئ بيه بيدينا خمس فروع نجمعهم في كلمه ام. اليو اليو هتفكرنا بعصب المزكاتيه، عصب المزكاتيه ميوزيشنال نيرف النر نيرف. الام الاولى ميديال بيكتورال نيرف، بالمناسبه الالر نيرف ده هيشغل 16 عضله ونص في الابر ليمب، ده غير الجلد اللي هيغذيه كمان، عشان كده او هنكتشف بعدين مع دراستنا للابر بيسموه ميوزيشنز نيرف. يبقى اليو الالر نيرف، الام الاولى ميديال بيكتورال نيرف عضلتين، الام الثانيه ميديال كوتينيوس نيرف اوف ارم هتشتغل على الجلد، الام الثالثه ميديال كوتينيوس نيرف اوف فور ارم هتشتغل على الجلد، والام الاخيره هي الميديال رود اوف ميديال نيرف. هنا المفاجاه انه اللاترال كورد هيكمل والميديال كورد هيكمل والاثنين يتحدوا مع بعض، استمراريتهم دي هتتحد مع بعضيها وتعمل لي عصب جديد تماما اسمه ميديال نيرف اللي هنتفق مع بعض انه متكون من مدرين، لاترال رود جاي من لاترال كورد، ميديال رود جاي من ميديال كورد. الجمال بقى الجمال ان الميديال نيرف، الميديال نيرف العصب ده في فايبرز جايه من اللاترال كورد يعني اصلها زي 5 و6 و7 وفايبرز جايه من الميديال كورد يعني اصلها 8 و واحد. مع الكلام ده ان الميديال نيرف في فايبرز جايه من 5 و6 و7 و8 و واحد. ميديال نيرف اسمه اوبستريشن، اوبستريشنز نيرف عصب المولداتيه في علم النساء والولاده. البوزيشن بتاع الهاند في الولاده بيبقى فيه بوزيشن معين بناخده او دكاتره النساء والتوليد بيعملوه بايديهم، البوزيشن ده اللي بيمكننا منه هو الميديال نيرف، عشان كده سموه اوبستريشنز نيرف. نروح للبوستيريو كورد وده بيدينا خمس فروع. البوستيريو كورد ده كانت الاستراكشر فيه فايبرز جايه من 5 و6 و7 و8 و T1. البوستيريو كورد هيديني مجموعه